مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة اليوم، وهي فقرة المطبخ. ويانا أكيد الشيف أنا الصلاح من مطعم ميدتشي أحمد. يا مرحبا وسهلا فيك، ونورتنا في مجلس الإمارات. الله يسعدكم يا رب. ميدتشي أحمد مطعم تركي. زين، نحن بنعرف شو معنات الاسم أول، ولا هو اسم الشيف نفسه ولا هو أحمد بس يصحوا له أحمد بالتركي. وبالنسبة إلى ميدتشي فهي معناتها الميديا، الميديا باللغة التركية معناتها المحار. محار أحمد. أيوة. أوكي، الحين فهمتها. أنا أقول شو الميدتشي توي أعرف أنا بعد توي اكتشف هالمعلومة. أيوة. ميدتشي أحمد. أيوة. هم قبل اسم معروف جدا على تركيا، هذه وكالة إحنا ماخذيها من تركيا للإمارات، وهذه الأنواع. ما شاء الله ما شاء الله، اليوم راح نجربها ان شاء الله. ان شاء الله ابي اعرف شيء. اول سؤال دائما اساله على اي شيف، اوكي، شو اللي يميز مثلا المطبخ التركي عن المطبخ الثاني؟ والله شوف، اول شغله انا مش اختصاصي مطبخ تركي احترافي بواقعيه، ولكن في قاعده ثابته انه اغلب الدول تروح على بعض البهارات الخاصه فيهم. يعني هم ملوك البابريكا. بابريكا عندهم اكثر من نوع بابريكا، وعندهم اكثر من نوع بهار ان هم بيستعملوا. فالتمييز انا بشوفه لان انا عراقي، فالمطبخ التركي كلش قريب على المطبخ العراقي، خاصه كبهارات. يحبون البهارات زياده، وعندهم الكباب والكفته وطريقه كمشاوي، تفاصيل اغلبيتها جدا مقاربه الى المطعم الى المطبخ العراقي، ولكن بعيد عن المطبخ الشامي. عشان كذي حب الشيف انس. حين عرفنا الموضوع زين، خلينا نتعرف على الاطباق اللي موجوده. الشيف تخبرنا حاليا اول شغله الاساسيه هي المحار. عندنا اياها، عندنا ثلاث انواع. عندنا هذا المحار بصوص، هذا الصوص يكون بهارات خاصه وصفه خاصه، بينطبخ مع المحار. هذا المحار يكون فريش، محشي بالرز، وبينطبخ معه بحيث انه كل المكونات كرز كمحار هذا كلها لازم تندمج مع بعض عشان تطلع. وعندنا هذا اللي هو يجي النورمال، اللي هو بيكون فيه محشي بالرز واكيد مع الخلطه الخاصه، وينطبخ على الستيم او على البخار خلينا نقول بشكل عام، ويستعمل مع الليمون. وعندنا الصوص الثالث والاخير اللي هو صوص السبايسي. هذا اشوف هي احمر فوق سبايسي. أيوة. عطوه حق ياسين. لو تشوفوا معانا هنا الكاميرا نجيبها هني، لو تشوفوا هنا فوق الفلفل كيف باين. ف شو هو عباره عن فلفل بس ولا لا لا لا، هذا نفس الصوص اللي نستعمله هنا، ولكن في له اضافات خاصه مع إيه الفلفل. لا يقص عليك ياخذ الوصفه عنك، ترى عارفه. لا لا لا، لا مثل ما اصلا حاطن يعني ما اطيل المعلومه الدقيقه. ايوه بس شوي شوي. وهني هذا فريكه ولا لا؟ هذه كسر، هذه مقبلات تركيه. يعني خلينا نقول مقاربه للتبوله ولكن بدون كرفس. يعني برغل. اي برغل. ايوه فيها. هنا عندنا الحمص، بس انا شايفه يعني تشكيلتين من الحمص لو تشوفون معانا مشاهدينا. بالضبط، هي فقط للتزيين. هاي هنا عندنا هذا، هي هاي البابريكا التركيه اللي انا حكيت عليها. هذه حتى البابريكا في الحمص التركيه يستخدموا البابريكا. مو احنا البابريكا التركيه موجوده تقريبا في اغلب في كل الاكلات الاساسيه. وهذه الشيف انس، هذه عندنا روبيان، هذا روبيان فريش بيجي يعني مشواي على الجريل. بالضبط، وفي عندنا يعني اكثر سبايسيز منه معينة. ولكن هذا لا ابدا، احنا بنطلع انا باختصاصي يعني قريب على انا من المطبخ الفرنسي، فبدخل على الاكل العربي بطريقه ثانيه. فهذا احنا نطلع طعم المحار، طعم الروبيان وطعم اللحم يعني بدون بهارات. وهذا صح، بدون بهارات، ملح فلفل اسود، ولكن في له تكنيك معين ترى شيفات. تعرف ياسين، الطباخ الشاطر اللي يقل من البهار ويطلع لك طعم اللحم او الدياي او الماده اللي يستخدمها في الاكل. والبهار اصلا يعني كل ما كان الشيف امهر احس، بس الملح والفلفل الاسود كافي انه يصنع المعجزات في الاكل. وما يصير يخلط على فكره، يعني في بهار والشيف ادرى ما تقدر تخلط مثلا خلينا نقول كزبره ببقدونس، ما يستوي. هاي تنحط في اكلات وهاي تنحط في اكلات. ما يستوي تخلط. بس في نقطه مهمه انا دائما بذكر بكل المكانات، انه الاكل كواقع ما له قاعدة ثابتة. يعني ممكن أنه أنت تضيف هذا مع هذا مع هذا، ولكن ولكن النقطة الأساسية أنه يعني الشيف هو نفسه. العبرة أنه أنت لازم تطلع كل يومية نفس الطعم طبعا دائما. هذا النقطة الأساسية كلها بتشتغل على ريسيبيات. طيب شيف، يعني لا اكل ما في اليوم، انا حرمها من الاكل. هاي سبرينج رول ولا شو؟ لا لا، هذا مو سبرينج رول، هذا خلينا نقول البرك الجبنه طلع مش اللي هي
بقى الجبنه إيه؟ نحن متعودين عليها جبنة. متعودين عليها مربع واللي هي تتسوي اكثر من شكل، هي كلها نفس الشيء، نفس العجين، هي سمبوسه سمبوسه جبنه، بس البوراك تتسوي انا يعني الاغلبيه أيوة اللي اشوفها. هي احنا نعتمد على يعني المطبخ مالتنا تركي، هو المطعم تركي، فلازم نقدم على اغلبيه الطرق التركيه. جميل. هي عشان الوقت بس نروح للكفته. كفته هذه كفته تركيه على الطريقه التركيه، والبرغل ايضا على الطريقه التركيه، موجود ايضا بال يعني في البهارات التركيه ولحمه. جميل. ورق العنب ثابت بكل الدول، نفس الطبخه ونفس اللحمه ونفس الاسم ونفس نفس الاسم. والله لا هسه قدام الكاميرا فضحتينا، والله ما بتذكر اسمه نسيت. يا صريح بس هو مثلا اللبنانيين ما يقولون ورق عنب، يقولوا يالنجي. يالنجي السوريين يقولون يالنجي. السوريين يقولون لا لهم اسم ثاني. قلنا يا الشيف اخر مره لا لازم نسال معدنا شو قالنا، شو اسمه، شو اسم اليلنجي؟ ورق عريش. ورق عريش. ورق عنب خالص يلحق ربعه. يمشي زين. المتبل، هذا المتبل امن على الباريكا فوق بعد. امن البابريكا لازم تكون موجوده، البهار التركي الاساسي مؤته، هذا يعني حال حال غيره صراحه. يعني شوف احلى شيء يعني شوف انهم بسط لك اياها بالضبط، مو بسيط يعني بسيط وخفيف. ما تقدر انت اليوم تغيرين في شيء يعني، ما تقدر يعني شغلات تفاصيل يعني. احنا اليوم لما نجي مثلا نحكي تقول لي مثلا الكفته، اقول لك شيء مميز ممكن انه ما تحصل نفس هذا الطعم في دبي ممكن، ولكن انه مثلا المتبل الورق العنب غيرها من المقبلات شغلات اساسيه متوفره يعني بكل مكان. يعني انت ذكرتني مقوله كان يقول لك ان المنيو نفس الصوره اللي عندكم ولا غير؟ نفس المنيو. نفس المنيو هذا اهم شيء، ان المنيو نفس الصوره نفس الطلب. 157 ايتم يعني 157 صح. زين بعطيكم معلومه قبل لا اختم على الهواء، تعرفوا انه في يوم عالمي للمحار؟ لا هذه انا ما اعرفها. في يوم عالمي للمحار ان شاء الله بتاريخ 8 ابريل هو اليوم العالمي للمحار، فانا احتفل بالمحار واليوم ان شاء الله بحتفل بهالسطر عقب مساء الامارات عشان حسبنا تحت الهواء. مشكله انت هذا السبايسي، ما اكل سبايسي هو هذا لك.